الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير، وجمعة مباركة عليكم حبايبي، وان شاء الله الموفقية والنجاح حبايبي. اليوم الوصفة تبعتي ازالة الشعر. ازالة الشعر مو قصدي يعني توخره هيك تبعده، لا، ازالة الشعر يعني بتخفف نوعية الشعر من الوجه، تخليه بيكون خفيف، بالذات اللي يشكون من الشعر بالذقن او بالشوارب او بالوجه، اللي هي تغير الهرمونات. هذه الوصفة كتير كويسة اذا جربتيها حبايبي، خليتيها تقريبا شو نقول بالشهر 3 مرات او 4 مرات تكرريها، كتير حلوة، راح تخفف عندك نوعية الشعر اول اشي تخففه، وبعدين شوية شوية تغير من قوام الشعر ويختفي الشعر يعني بالايام، يعني بالايام ان شاء الله ما ياخذ من عندكم وقت، بس لازم تستمرين على هاي الوصفة. الوصفة فعالة وحلوة وكتير كويسة. طيب راح تاخذون حبايبي هون بياض البيض، بياض بيضة واحدة حسب، يعني انا هون اخذت ملعقة كبيرة من بياض البيض، وتخلطيه كتير كويس لحد ما يسوي عندك مثل الفقاعات. معلش انتوا هيك هسه انا بزعجكم، بس هذا الازعاج عشانكم حبايبي، عشان تستفادون من عنده كتير كويس، لانه لازم يصير مثل الفقاعات عشان شو حبايبي ينمد على البشرة بسهولة. طيب ندخل فيه الهواء، هيك حبايبي انتوا سووا بعد اكثر عشان يسهل معاكم. حبايبي الكل تعرف انه البيض كتير حلو للبشرة، بيغذي البشرة وشو نقول يعطيها اشراقة ونضارة، وبنفس الوقت حبايبي يبعد التجاعيد عن البشرة. زين هنا حبايبي احنا محتاجين السكر البني. طيب السكر البني، العدة السكر البني يا ريت تخلي حبايبي ملعقة من، يعني اذا اخذتي ملعقة كبيرة من، شلون نقول ملعقة كبيرة من البيض تاخذين معاها، او بياض بيضة واحدة تخلين معاها ملعقة كاملة سكر بني. طيب اذا اخذتي قليل راح تاخذين سكر بني ملعقة من هذه الوصفة. انا حاعطي الكثير، يعني شو اسمه بياض بيضة واحدة، ملعقة كبيرة سكر بني. زين بحالة ما في سكر بني تقدرين تخلين السكر العادي، بس شوفوا شلون حسوه، راح تاخذين هذا السكر هيك، طيب السكر العادي الابيض، وتخلين عليه العسل، يا ريت العسل الاسود، اذا ما عندك عادي العسل العادي، قليل من العسل مو كثير، قليل من العسل، وراح تخلطيه مع بعض هيك، طيب بحيث يتماسك مع بعض. بحالة ما عندك استعملي السكر الابيض وخلاص، يعني مو مشكلة، بس هو السكر البني الصراحة كتير كويس للبشرة، كتير منيح. زين تاخذون ملعقة عسل، اقول ملعقة سكر مع قليل جدا من العسل، يعني هيك بضع قطرات، بضع قطرات من العسل. زين هسه تخلوه مع البيض، تخلطوه مع البيض جيدا. هسه حبايبي زي ما قلت لكم لازم نخلطه مع البيض، ونقعد كمان نضل نخلط هيك مع البيض كمان. حبايبي هسه شو راح نخلي؟ راح نخلي قليل جدا هيك، يعني تقريبا ملعقة صغيرة جدا، نصف الملعقة من الكركم. الكركم كتير كويس يبعد الشعر من البشرة صراحة، يقتل البكتيريا، وبنفس الوقت يبيض المناطق اللي تنحط فيها الكركم، كتير حلو مبيض للبشرة. طيب طلعوا قليل جدا، يعني نصف الملعقة الصغيرة. هسه حبايبي شو راح نحتاج؟ راح نحتاج كمان النشا، النشا راح نحتاج ملعقة، طلعوا هيك
واذا احتاجيتوا نشا كمان تزيدوا، يعني حسب البيضه تبعتكم كيف كان كبرها. انا حورجيكم القوام تبعها وانتوا على القوام اشتغلوا. طلعوا كلها هيك تخلطوه مع بعض مع السكر. سكر البني يا ريت حبايبي بيكون موجود، حالة ما موجود لا حول ولا، تحطون السكر العادي وتحطون العسل. حالة ما في العسل تقدرون حبايبي بتحطوا بس السكر العادي، مو مشكلة. طلعوا حبايبي هيك، وراح شو بتسووا؟ تفرشوه على بشرتكم بالكامل لحد تكونين انت نازعة الشعر من البشرة تبعتك. طيب يا ريت تنزعيه يعني بالطريقة اللي انت حابيتها بصراحة، زين. وبعد ما تنزعي هذا الشعر شو بتسوين؟ تحطيه هو كامل وتخليه لحد ما ينشف، بس ينشف تسوي له هيك وتفركيه بعكس اتجاه الشعر، بتفركيه بعكس اتجاه الشعر، زين. هيك عشان الشعر كله شو نقول، اكو شعر من عنده اكيد راح يوقع، زين، واكو شعر اكيد راح يبقى. بس انت اذا كنت شايلته او اذا مشى، اذا شعرك مثلا ما شايلته تقدرين بدون ما تشيليه كمان بتخليه وتسوينه بعكس اتجاه الشعر وينشال نصه. بعد ما ينشال اكيد حيظل من عنده كمان، تقدرين تشيليه بالطريقه اللي انت حابتها. الك حالتين، حاله تقدرين تشيليه وتحطيه عشان شلون نقول ما بيطلع بسرعه، او اذا حابه تخليه الشعر، طيب خليه يعني بوجهك وحطي هذا وظلي فركي هيك على وجهك، ظلي افركي بس ينشف تماما بحيث كله تنزليه من وجهك من بشرتك. راح تلقي من عنده اكيد وقع شعر من بشرتك، واذا ظل تقدرين تشيليه كانتي كالمعتاد. هاي الوصفه حبايبي تستعمليها اول يوم، واذا ظل من عندها تقدرين تستعمليها ثاني يوم، زين. وما تكرريها بالشهر مرتين، ثلاث مرات او اربعه، تكرريها ثلاث مرات او اربعه، زين. راح شويه شويه تحسين خف الشعر بالذات هذا، هذا مو للجسم، هذه الوصفه للوجه، للوجه بس حبايبي، للوجه تكون كل سهله وكلش بسيطه ومفعولها كتير سهل وكتير بسيط، ومفعولها كمان يعني شلون نقول ان شاء الله يجيب نتيجة 100%، بس مع الاستعمال راح تشوفين الفرق ان شاء الله. حبايبي الكل تعرف النشا هو حبايبي شلون نقول يساعد على البشرة على التفتيح ويعطي البشرة بروتين، وكمان حبايبي يساعد على تعزيز الكولاجين بالبشرة ويمنع ظهور علامات التقدم بالسن، وكمان البيض كتير يساعد بهاي الوصفة. أتمنى حبايبي إنها تنال رضاكم، وهي هذه الوصفة إن شاء الله تكون ثلاثة بواحد، يعني تبعد الشعر بتغذي البشرة وتبعد التجاعيد، إن شاء الله تنفع هاي البشرة جميع الخوات. وأتمنى من عندكم حبايبي إنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلون الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. وحبايبي استنوني بقناتي الجديدة إن شاء الله بكرة أو بعده راح ينزل لكم أول فيديو، راح أخلي لكم بصندوق الوصف اسم القناة تبعتي الثانية. القناة الثانية راح تكون حبايبي أعمال يدوية، طبخ، كريمات مثلا اللي بالسوق، مثلا اللي أنا أعرفها، اللي أنا بعرفها كويسة ومنيحة، بحكي لكم على منتجات، بحكي لكم مثلا على شلون نقول كيف نسوي مثلا كثير شغلات نعملها، زراعه، يعني شلون نقول راح تكون قناه مفتوحه وبكل شيء. اذا حبيت تزوروها حبايبي هي اسمها القناه مملكه الفنون اليدويه، ان شاء الله انا اليوم ابعت يعني اخلي لكم اياها بصندوق الوصف اسم القناه تبعتي، لسه ما منزله ولا فيديو، راح انزل بس اللي احبه من عندكم خواتي انكم تشجعون هاي القناه. واتمنى من عندكم حبايب كمان بنفس الوقت تسووا لها اشتراك عشان يوصلكم اي شيء انزله جديد، راح يكون من كل شيء، يعني شلون قلنا اعمال يدويه بكل شيء، يعني كل شيء، تنظيف البيت، بالاكل، بالطبخ، بالزراعه، بكل شيء حبايبي. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تشجعون القناه تبعتي وتزوروني عليها، ومع السلامه.